يا لا لا يا لا لا بعد الحبيب يا لا لا يا لا لا أسقى مني إلى الناحيب أسلمني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد هذه الحياة الطيبة وبعد الانتقال الطيب لهذا المؤمن وهذه المؤمنة ذكر القرآن الكريم دخول أهل الجنة إلى دار الكرامة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهنا الاستقرار في دار القرار على هذه البشارة وعلى هذه السلامة لمن عاش منهج السلم والإسلام والسلامة ولمن حفظ أعضاءه وجوارحه واعتقاداته من كل ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى بأن يطيب له العيش في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هؤلاء المتقون الذين استجابوا لله وللرسول، الذين استجابوا لنداء الله بالإيمان وبالعمل الصالح، واقتدوا واقتفوا أثر من جعلهم الله تعالى هداة مهتدين مهديين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هذه الهداية الخاصة التي تعرضنا لها في معانيها وفي ما يطيب به حياة الإنسان، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله لما أراد أن يعلم أمته أهمية الحياة الطيبة جعل مركز ذلك كله وأصل هذا المبدأ كله مبنيا على الرحمة العامة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليست برحمة أحدكم صاحبة، إنما هي رحمة عامة. فرقى بنا إلى أعلى درجات الرحمة التي تحقق بها هو صلى الله عليه وآله وسلم قبل كل شيء، وجعل في الحديث الآخر الذي رواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه رحمة متبادلة، رحمة تنتشر، رحمة تلتقى وتتلقى، رحمة تؤخذ وتعطى، وأصلها رحمة الله تعالى بخلقه، والرحمة التي أودعها في سر نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذه الرحمة منتهاها رحمة الله تبارك وتعالى لخلقه في الدار الآخرة حتى يدخلهم جنة رضوانه: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا لا لا يا لا لا بعد الحبيب يا لا لا يا لا لا أسقى مني إلى النار.